صباح الخير عليكم والعقل السليم في الجسم السليم. اذا نحن اهتمينا برياضتنا واهتمينا بصحتنا بنهتم بكل كمال اجسامنا وبنهتم بصحتنا، اذا كانت العيون، اذا كانت الصحه البدنيه، الصحه النفسيه، الرياضه هي بتحسن كل انواع الصحه. لكن خلونا بما انه نحن الايام دي عيوننا هم اهم مهمات في حياتنا، ونحن الايام دي تحديدا عندنا حمله شبه كثيفه في قناه الشروق للعيون وتاثير ومرض العيون واسباب اللي بيحصل للعيون. زي ما استضفنا قبل يومين اخصائيين للعيون، اليوم خلونا نشوف جراحه العيون وشنو من الجراحات اللي ممكن يلجا لها الانسان لجراحه العيون، شنو من الامراض اللي ممكن تخلي الواحد يمشي عشان ما يعملوا له عمليه في عينه او تكون عمليه جراحيه. بالتحديد نشوف عافيتنا وان شاء الله دائما انتم بعافيه من خلال جراحه العيون، ونرجع نستكمل. نتكلم عن الشبكية، نتكلم عن جزء من الجهاز العصبي، هي موجودة في العين لكن تعتبر جزء من الجهاز العصبي اللي هو جزء من المخ المسؤول من نقل الإشارات أو استقبال الإشارات من الشكل الخارجي بعين له الإنسان ويحوله لنبضات عصبية وتنتقل من خلال العصب البصري للمخ عشان تترجم لنظر. عبارة عن مستقبلات بتحول الضوء لنبضات كهربائية، وهي طبعا يعني نقول من أهم كل الأجزاء بتاعت العين مهمة، لكن أهم أجزاء العين هي الشبكية في مسألة الرؤية دي يعني. وبتصيب للأسف الشديد كثير جدا من الأمراض، وبتتأثر أكثر بالأمراض اللي هي بيقول لها سيستميك ديزيز، يعني كل الأمراض اللي بتأثر على الجسم، بالذات الأمراض اللي بقت منتشرة كثير زي السكري والضغط وكذا بتأثر على الشبكية تأثير مباشر. أهم الأمراض اللي ممكن تأثر على الشبكية، أمراض الجسم اللي بتأثر على الشبكية زي السكري والضغط والإصابات برضو الشديدة في العين والأمراض الوراثية، الأشياء دي دائما بتأثر على شبكية العين وبتخلي النظر يقل بصورة كبيرة جدا في العيان. يعني عشان نحن نتفادى المسألة دي في طرق كثيرة جدا تتفادى بها الأمراض الشبكية، أهمها إن الزول يعني يتحكم في المرض بتاعه ويكون منظم كويس. مثلا إذا كان في سكر ينظم السكر كويس ويتابع متابعة مستمرة على أساس إنه ما تحصل المضاعفات دي. دائما بتحصل من 7 لـ10 سنين بتبدأ مضاعفات السكري. والضغط برضو إذا كان عالي وما منتظم بيأثر على الشبكية. ضغط العين إذا كان مرتفع برضو ممكن يؤدي لنزائف وانسدادات في الشرايين والأوردة بتاعت العين. دي التفادي بتاعها بانه الزول ينظم. اذا كان بدت معاه التغييرات دي برضه عنده فرصه انه بتنظيم السكري وكده يقلل من الاثار السالبه اللي ممكن تحصل من الامراض دي. لكن بتنتقل بعد ذاك لمراحل ثانيه قد يحتاج فيها انه نعمل كي للشبكيه بالليزر او ياخذ حقن داخل الشبكيه على اساس تقلل النزيف وتقلل تكوين الأوعية الجديدة، وممكن لحد ما يحتاج لجراحة اللي هي قص السائل الزجاجي وإرجاع الشبكية في محلها. ده بالنسبة
للسكري. الأمراض الوراثية برضو يمكن تفاديها بالاستشارات، يعني إذا كان في مرض وراثي منتشر في الأسرة بيقوم بيحاول إنه يعني يكون الزواج ما يكون زواج أقارب عشان ما يسهر في الأجيال اللي بعده. يعني دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن يتفادى بها، زي تصبغ الشبكية الوراثي وزي تنكس بؤرة العين. دي أشياء ممكن تفاديها بأنه يمنع زواج الأقارب ده. الإصابات طبعا برضو بتأثر على الشبكية تأثير مباشر وغير مباشر، يعني ممكن إذا كان الجسم الغريب اخترق العين كلها وأثر على الشبكية يعني يقوم يدي فيها لأضرار، أو إذا كان يتأثر جزء من أعضاء العين اللي قدام الشبكية عمل نزيف أو كده برضه بغطي عليها بيأثر على الرؤية بتاعتها. دي أهم الأشياء ممكن يعني زول يقول عن الأمراض الشبكية.